بيهدف فايروايز لوضع خطة عمل محلية شاملة وتوصيات ضرورية للحد من مخاطر اندلاع الحرائق. ببلش المشروع بزيارات ميدانية للغابات بقيموا فيها الخبراء حساسية التضرر والقابلية للحرائق. تنحط بعدين خريطة لخطر الحريق على مستوى المنطقة، وبتصدر توصيات تقنية للحد من خطر الحريق على الغابات والمنشآت. من بعدها كل فعاليات المجتمع المحلي تندعى على لقاء من تنظيم البلدية، وبتتشارك بوضع خطة عمل على 6 شهور. تتألف من شق تقني أغلبه نشاطات زراعية، وشق اجتماعي بيتضمنه نشاطات توعية. تتشكل من بعدها لجنة مصغرة ممثلة من البلدية وناشطين من سكان البلدية، بتأكد على الخطة وبتشرف على تطبيق النشاطات اللي اتفق عليها. هدف التوصيات الأساسي هو خلق مناطق عازلة تحمي الغابات والمنشآت من خطر الحريق، تعشيب جوانب الطريق لأنه منها فيها تبلش النار، تشحيل الشجر لقطع التواصل الكثيف بين الأغصان، تبيين مصادر الماء على خريطة لتسهيل عمل رجال الأطفاء، تنبه لخطر الحريق وتسيير دوريات بموسم الحريق من خلال المؤشرات اللي بتصدر عن الدفاع المدني أو غير مؤسسات، تجهيز البلدية بمعدات يدوية للتدخل الأولي موضوع بمكان سهل الوصول إلى، تدريب متطوعين على استعمال هالمعدات بالطريقة المضبوطة، تركيب لافتات بتضوي على خطر الحرائق وبتذكر أن القانون بعائب الحريق المفتعل، اقتراح خريطة رعي للمواشي لتشجيع دورهم بتخفيف كثافة النباتات بالغابة، وتوثيق المعلومات لتجنب الأغلاط بالمستقبل. أما الشق الاجتماعي فبيتضمن حملات توعية بالمدارس للأطفال، محاضرات ونشاطات تثقيفية للشباب، وزيادة الوعي عند السكان بشكل عام خلال الاحتفالات المحلية. وبالآخر ما قلنا إلا نشارك سوا بحماية غابتنا من خطر الحرائق. خلونا نكون فاير وايز.